خلفية الاحتفاظ بالمرشح البارح هي كالعادة هي تدخل في خانة سلسلة الشكايات الكادية التي أثيرت ضد المرشح العايش الزمال. فالبارح جاي استدعاء من منطقة الحرس الوطني بتبربع على خلفية أن فما مواطنين تقدموا بشكايات وقالوا فيها وكونهم التزكيات هذه هما تعملت باسمهم وهما لا علم لهم بتلك التزكيات. فوقع استكمال الابحاث والاختبارات في نفس الصبيحه، وباستشاره النيابه العموميه محمد الدليب المنوبه وقع قرار احتفاظ بالعايش الزمان. الحقيقه برشا تونس في بالهم فما كان شكايات تاع البارح اللي توقع الاحتفاظ بها بالعايش الزمان. العايش الزمان عنده مده من وقع الاعلان عليه في القائمه الاوليه من اوت كمرشح، وبدا وابل الشكايات وبدا وابل الابحاث التحقيقيه ومن مركز لمركز يسمعوا في العايش الزمان. اكيد هذا كله ما يدخل في خانه التضييق، يدخل في خانه معناتها جعل من الطريق الى كارتاج المرشح عايش الزمان صعب، وهو يدخل في خانه كذلك انه ما نحبوش يوصل هذا باعتبار انه عنده مشروع جدي انه هو طارح على التوانسه مرحله جديده اللي هي باش نقلب بها الصفحه على سنوات معناها سنوات الفشل، ومعناها واضح للعيان الشيء ما عادش نجموا نختلفوا فيه، لانه معناتها انه قرار الاحتفاظ في حد ذاته ومعناتها غريب، لانه العايش الزمال يبحث في قضايا اخرين على نفس الموضوع عن المواطنين قالوا التزكيات مش نتاعنا، وهو في حال صراحة. هل لانه من الصدفه ان 2 سبتمبر وقت هيئه الانتخابات تعلن على القائمه الرسميه اللي فيها العايش الزمال في نفس اليوم يقع معنى الايقاف المرشح العايش الزمال؟ هذا يظهر لي مش بالصدفه، هذا يدخل في التضييقات وهذا يدخل في تعكير المناخ العام والصف العام نتاع الانتخاب الديمقراطي اللي تعيشوا توصل.